عودة من صوت النجوم لكواليس الخميس. خبرنا هلأ عن الفنانة باسكال مشعلاني. من أسبوعين باركنا للفنانة باسكال مشعلاني وزوجها الملحن والموزع والمايسترو ملحم أبو شديد بولادة طفلهم الأول إلي يلي طبعا أبصر النور من أسبوعين. وعدناكم كمان رح يكون فعلا اتصال مباشر على الهواء مع الفنانة باسكال مشعلاني لنبارك لها مباشرة على الهواء ودايما عبر إذاعة صوت النجوم وبرنامج كواليس الخميس. مرحبا ست باسكال. هاي عبد الله. اشتقنا لك. ميرسي. تسلام. أول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يعيشه لللو. ميرسي. شو بتحب يندوك من هلا ورايح، باسكال او ام للو؟ الاثنين حلوين. البقى لي ام للو رح كون مبسوطه، والبقى لي باسو بحبه، والبقى لي باسكال حلو، بس ام للو لها طبع خاصه، هلا لها رهجه خاصه. ايه خاصه بهالفتره. مزبوط. بنعرف انه احلى شعور عند الام هي عند المراه بالاحرى هي الامومه. اكيد. خبرينا شو حسيتي بعد ما ضميتي لصدرك للو بلحظات ولادته الاولى. يعني شعور كتير حلو، شعور ما بيوصف، ما بيقدر يوصف الواحد، لأنه بتحس بفرح، بتحس الدمعة بتكركر ورا بعضها، بتحس شيء مش طبيعي، بتحس أحلى شيء بالكون امتلكته إذا بدك. يمكن بتقول هذا نص قلبي طلع، نص جسمي طلع، بتحس شغلة كتير حلو. كل أم أكيدة ذات الإحساس بتكون، إن كان أول بيبي أو تاني بيبي، كل ولد له رهجته، بس دايما أول ولد. فأنا بالنسبة لي قلت لهم إنه يمكن الفن كان كله بيقوم هالعشرين سنة، وللو بيقوم لأنه قديت تكرم وتاخد جوايز، قديت تنجح، قديت تعمل، بس فرحة الأمومة لا توصف. ما في إلا شيء، ما بيوزيها شيء في الكون. الله يخلي لك اياه ودائما يربى بعزكم ودلالكم. باسكال مشعلاني خصيت للو من بعد ما ابصر النور بغنيه خاصه فيه. نحن عرفنا سابقا انه اصريت انه تسميه للو لانه شفيعك مارلياس. مزبوط. انا متعبده لمارلياس من انا صغيره، وبحب ديس رفقه، بحب كل ديسنا، بس انه كنت قايله اذا صبي بيسمي لي على مارلياس على ولو كان إيه؟ ولو كانت بنوت كنت سميتيها رفقة مثلا؟ كنت بدي سميها رفقة وماريا رفقة، لأنه من إيش رفقة بحبها. إن شاء الله دايما يحرسوكي. ميرسي. خبريني للو مين بيشبه، بينت ملامحه ولا؟ هلا كلكم على هذا السؤال، وكله بدي نشوف. إذا بتحبي يعني كتير ملحم أبو شديد لازم يكون يشبهه. لا بيشبهني أنا، لحديث هلا بيشبهني أنا كتير. أو بتعرف شوي البيبي هلا من هلا لا يعني لا يقطع الأربعين يوم بتغير متكوينه، بس يتغير. صح. بس هلأ مثل ما هو كتير شيء شبه لقلو، فيه كمان لملحم بس هلأ عاطي أكثر أنا. وملحم أبو شديد طبعا كان حابين نتصل فيه ليكون معنا على الهواء، لكن عنده جدا انشغالات اليوم. أكيد كمان نقول له من خلال صوت النجوم مبروك على البيبي. وبدنا نذكر أنه الغنية اللي خصيتيها لليلو هي من كلمات بسام أبو أنطون. بسام أبو أنطون اللي عن جد بدع فيها، لأنه أنا إجيني أكثر من ناس، بس حسيت الكلام اللي كاتبه كتير من القلب طالع يعني. جدا معبر. مزبوط. وكل اللي سمعوا اللي بكيتين تقولي عم انا ما عملت لها تبكون، عملت لها تفرحوا. فحمد لله كتير حبوها الناس. اذا بدك يعني يمكن الواحد بس قيلها من القلب وبيطلع من القلب دايما بحبوها الناس. حسانة شو فيها كلام عن جد بتعيشيها يوميا مع طفلك للو، مثل مزبوط. جملة على صوتك عم بغفى بوعى ونام، يعني بنعرف انه مع انه يعني في البيبي ستر وكلهم حواليه ماما واختي وكلهم، بس بمجرد بعمل خلص لا وشو ما كان باي ساعه الام سبحان الله، يعني اي ساعه اثنتين اربعه سته بدي يكون ردي. وكمان ملفت انه انت الغنيه اللي حبيتها بيك لحن انا وغنيتها. شو حلوين هالكلمات يلي فعلا انه هي الاغنيه مهدات من الاب والام بصوتك باسكال. واكيد تحيتنا للشاعر كمان مره بسام أبو أنطون يلي جسد هالاغنيه بكلام حلو.
وان شاء الله ليلو طبعا هيك بيربى بجو عائلي فعلا متماسك، لانه بنعرف قد ايه انتم بتحبوا بعضكم انت والاستاذ ملحم، وقد ايه حريصين انه الي يربى بجو أكيد جدا مريح. كثير يعني يرفع على الإيمان وعلى الأصل وعلى المبادئ والقيم يلي فعلا إن شاء الله نقدر. لا إن شاء الله. قد ايه رح تجربي من هلا ورايح توفقي بين عائلتك الصغيرة وبين الفن؟ هلا صار في مسؤولية عائلة وبيبي، قبل كان يمكن كنت شوي ما في ارتباطات عائلية قد هلا يعني. مزبوط. ليك هلا أنا تمتعت بالفن وأخذت منه كتير إشياء وعطاني كتير إشياء، وأكيد عندي هلا هو أنا أعطي دبل بالفن لأنه صار في حافز عندي. صح. بس ليشوف حلو ليلو بالماما باسكال يعني. أكيد. بس ما في شك كمان مش هخلي الفن يسرقني من ليلو من بيتي. لأنه بالنهاية الفنان الناجح بيقدر يحمل اثنين مع بعضهم. صح. يعني يكون ناجحة بالفن وناجحة بالبيت. تقدر توفي بين الاثنين. لا بد البيت ياخدني أكثر ولا الفن ياخدني أكثر، رح أعمل بتوين يعني. صح. ميزان عادل. مزبوط. فلا عندي حماس كتير، في أشياء كتير رح تسمعوها وتشوفوها، في أعمال كتير، بس رح أكون بتوين الاثنين. ما بدي حدا يسرقني من الثاني أكثر، وإذا سرقني بيته ابني أكثر حكون فرحانة، ما عندي مشكلة أبدا يعني. طيب هالأغنية الحلوة ليلو ممكن تتصور كليب مع ليلو؟ ايه بس مش هلا، ليكبر ليلو. ليكبر شوي اكيد، ليك تبين ملامحه اكثر يعني. ورد الفكره يعني الكل هلا اللي بدنا صور ليلو، بدنا يا عمي روح على ليلو ليكبر شوي صغير، ليقطع شوي ال40 لشوي. مزبوط. 3-4 اشهر لان الله راد، اذا الله اعطانا عمر بكون كبر شوي صغيرة ورح ابقى اصورها انا وين الله راد. حلو. وبالنسبه للاغنيه اللي حكينا عنها كتير، اغنيه عم بتهددني بدك تطلقني، اكيد ان شاء الله ابدا ما بتصير هالامور الا بس بالغنيه يعني. هيدي الغنيه اكثر غنيه طولت بحياتي يعني، عملناها وبلشت البلدين وقفنا وبعدين الحبل. ايوه. فهي سنه لها تقريبا غنيه سنه يعني، قليل غنيه يكون صورة لها سنه ضبينه. قبل ما تتزوجوا الاغنيه كانت اخذتيها؟ لا بعد الزواج. بعد الزواج اخذتها. بعد الزواج دغري اخترتها وكان بين مجموعه وصورتها. قريبا يعني جمعة الجاي رح تبلش عبركم عبر الاذاعات ان الله راد تسمعوها، وبتبلش على روتانا الكليب نهار الاحد، والال بي سي كمان اول اسبوع اللي جاي. اخراج مين الكليب؟ اخراج فادي حداد. فادي حداد. وصورناها كثير مهضوم خلال كان يومين باثار كوميك المره والجاكي بيتخانقوا مع بعضهم، في الساعه الثانيه بيهددها بالطلاق وعرفت كيف. أيوة. يعني الهضامه يعني. ايوه خفيفة. وكليب كتير مهضوم، وأول مرة كان مع فادي، وبفتكر إن شاء الله يا رب إنه ينال إعجاب الناس والغنية كمان إن شاء الله. وعلى صعيد ألبوم، في تحضيرات لألبوم جديد أو بعد بكير؟ أغاني كتير سمعت أنا وأونسانت يعني، قد ما بدك نقيت أغاني حلوة. الألبوم تركيته حسب الوضع، أنت بتعرف إن إحنا عايشين بوضع هلأ عربي منه كل هالقد منه. أنا رح ننزل بسنجل، وعلى سنة جديدة حيكون في سنجل كمان تاني جاهز على أول سنة جديدة، وبننطر لأول الربيع الصيف إذا كان كل شيء. أنا الأغاني كلها عم نشتغل عم تكون ردي، بإذن الله بيكون في ألبوم يعني، هون بنشوف الوضع كمان شوي. وعلى صعيد الإطلالات التلفزيونية هلأ أمتى بدنا نشوفك؟ حيكون في كتير إطلالات، تعرف بعد غياب زمان اشتقت للناس وأنا اشتقت لهم. بس كمان عندي بعد شي شوي رياحة، شي شهر بالقليلة تعرف الجسم بيرتاح وقضي شوية فترة نقاهة إذا بدنا نقاهة، ولح تشوفوا في اطلالات كثير عبر التلفزيونات ان الله راد، وبكون نزل غنية جديده والكليب ان الله راد. نحن عن جد من كل قلبنا باسكال مشعلاني بنتمنى لك دائما النجاح والسعاده بالحياه الزوجيه والعائليه والفنيه، والله يخلي لك ليلو كمان مره، وان شاء الله قريبا بنشوفه كمان بكليب مثل ما وعدتينا باغنيه خاصه فيه ان شاء الله. الله يخلي ولاد عالم كلها وكل امه الناس، وميرسي لك عبد الله لاذاعتكم. تحياتي لوالدتك يلي بعرف قد ايه بتحبيها وقد ايه رفقتك بكل اسفارك، قد ايه فخوره والدتك فيك، لانه بنعرف قد ايه ما اعز من الولد الا ولد الولد بيقول. والماما غرامه لله هلا يعني يعني ما في ما بتسال علينا بقى، كلنا كل شيء غرام ماما لله هلا، من الا بسك قطعينا بوسه انت عم تقطع لله، فغرامه هلا لله ماما. الله يخليك والله يخلي ليها وتضل بصحتها ويخلي في امه الناس ان شاء الله. كمان تحياتنا مره للاستاذ ملحم ابو شديد، وان شاء الله يكون معنا على السماع. ميرسي عبد الله، وميرسي لكم، وميرسي خليني اقول شغله عبر اذاعتكم الكريمه، انه كل اللي دقوا بعثوا مساج، كل اللي بعثوا ورد، وكل اللي هنوني، يمكن في ناس بعد ما رديت علي عبر التليفون كمسج او اي شيء، فميرسي كثير.
وبحبكم كثير وان شاء الله يكون في عوده قويه ان الله راد ان شاء الله. ونحن كمان بنحبك باسكال مشعلاني، شكرا للوقت اللي اعطيتينا اياه. ثانك يو، باي باي.